أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية سيغمار جنرابيل يوم الخميس، وذلك على هامش حضوره لاجتماع وزراء خارجية دور المجموعة العشرين المنعقد في مدينة بون بألمانيا. في مستهل اللقاء قدم وانغ يي تهانيه لتولي سيغمار جنرابيل منصب وزير الخارجية الألماني، وأعرب عن استعداد الصين للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى مع الجانب الألماني وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية وتشجيع جميع أنواع آليات الحوار للحصول على نتائج مثمرة، آملا في مواصلة الجانب الألماني لعب دور نشيط بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالمادة 15 من اتفاقية انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. من جهته أشاد سيغمار جنرابيل بتطور العلاقات الألمانية الصينية والاتصالات الوثيقة بين قادة البلدين، معبرا عن استعداد بلاده للحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التواصل وتعميق التعاون مع الصين. هذا وتبادل الجانبان وجهات النظر حول طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضية أفغانستان.